أكثر من 750 طالبا في مدارس وجامعات بنغازي مستهدف في جولة الرجبي للسلام التي انطلقت فعالياتها وسط جو من البهجة والنشاط. لعبة جميلة جدا، ونحب نقول لأي حد بيشترك فيها راي لعبة جميلة جدا جدا، فيها نوع من الاحتكاك لكن ما هوش قوي ولا لا. متعة وإن شاء الله مشروع يتطور إن شاء الله، نشاركوا ونقدموا مستوى كويس. فعاليات اليوم الأول انطلقت من مدرسة طيبة المنورة للتعليم الأساسي في منطقة بوهدامة، ثم في اليوم التالي من مدرسة شباب الثورة الثانوية في منطقة سيدي يونس. تم إقحامة في المجال الرياضي كالقدم والطائرة وباقي الألعاب. نحن نظريتنا تقول أنك تقدر معنا في المجال الرياضي أفضل أنك تكون في كذا. ما فرقته السياسة تجمعه الرياضة، هذا هو الواقع الاجتماعي في ليبيا الذي صار بحاجة ماسة لكل الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية التي تخفف الضغوط وتوحد الصفوف وتجمع المواطنين من مختلف الانتماءات والأفكار.